الحمد لله انه اللي جا في الكلام ديال السيد الرئيس ان المغرب يعني عمل جهود كبيره في هذا الشيء ديال لابونديمي، وكان متميز يعني في التسيير ديالها، وبنفسه كيعتقد بانه في هذه الظروف الصعبه العالميه ديال الازمه العالميه بان المغرب مؤهل للتسيير ديال هذه الازمه ان شاء الله في المستقبل. تكلمنا على الصحة، تكلمنا على التعليم، تكلمنا على الشغل، على الإشكاليات الكبرى ديال البلاد، وتكلمنا على كذلك الأزمة العالمية اللي كتمس اليوم واحد العدد ديال يعني المسائل اللي هي اقتصادية، وكذلك الأسعار والمتقلبات ديال الأسعار والمشاكل ديال الطاقة بصفة عامة، والثقة كبيرة. يعني احنا كتعرفوا بأنه البنك العالمي هو شريك استراتيجي كبير منذ سنوات، واللي كيساند المغرب في الاستراتيجيات ديالو القطاعية، وإن شاء الله عندنا برنامج عمل معقول وغادي نشاركوا فيه في السنوات المقبلة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.